مرحبا، إن شاء الله تكونوا تمام. فيديو اليوم راح يكون عبارة عن مشترياتي بموقع نون وموقع أمازون، وكل الأغراض اللي اشتريتها هي عبارة عن عناية بالشعر والبشرة فقط. فخلونا يلا نشوف إيش اللي وصلني، لأنه شكلهم يحمس. فعلشان كده خلونا يلا نبدأ الفيديو. ولكن قبل ما نبدأ، إذا كان هذه المرة أول مرة بتشوفوني فيها، فأنا اسمي آلاء أحمد وهذه قناتي. ولا تنسوا تعملوا لي لايك وشير وكمان تشتركوا في القناة. وبس والله خلونا يلا نبدأ الفيديو. وصلني هذا الكرتون بكله، تخيلوا إيش داخله. بس داخل هذا الشيء يعني تغليف أكبر من هذا. لو الأشياء اللي تنسكب أو شيء. كيس ورا كيس ورا كيس ورا كيس. هذا اللي هو مقشر السكر بالأركان والقهوة. طبعا أنا بحب دايما إني أقشر بشرتي بالسكر والزيت وزيت الزيتون طبعا، وكمان بالقهوة. كثير حلو، يعمل ريحة حلوة، كمان بقشر البشرة بشكل حلو. فقلت ليش بدل ما كل يوم بخلط، فليش ما أروح أشتري هذا الجاهز وخلص، يغنيني عن الخلط كل شوية. تبان العلبة كبيرة على فكرة. الله، راحت ريحة القهوة. راح أوسخ نفسي، المهم شكله كده من جوا. وكله زيت. شوف المهم من جوا شكله كده، باين عليه حبيبات السكر، مش خشنة كتير، تبان نص نص يعني، مش خشنة. طبعا ما شفت عليه ولا ريفيو لأنه بعده جديد، بس أنا شفت إنه مقشر السكر وزيت الأركان والقهوة، فأخذته يعني، مو إنه عاملة على ريفيو كده وشفت في شي، لا لا لا. أوكي، نجي الكرتونة الثانية. أحلى شيء على فكرة لما يوصلك حاجات زي كذا، تفتحي كذا، يجيلك اتصال الصباح. شوفوا انت الدراما اللي أسويها. أحلى شيء لما يجيلك تليفون الصباح كذا، صحيكي كمان من النوم، ألو معاكي طرد. الله، يعني شعور مرة رهيب. صح إنه أنا دافعة فيه، يعني إنه دافعة في كل حاجة ومكلفة كمان، بس عادي تحسيها كأنه هدية جايت لك. حتى لو مو هدية، تحسيها مفاجأة، هدية، خاصة إنك مش عارفة الوقت اللي راح يجيبوا لك إياه، فيعني الشعور حلو كده، سعادة. خلينا حاجة أرويكم هذا الشيء. ماء الورد باللبان، طبعا هذا بخاخ للوجه بلبان الذكر، بيفتح البشرة ويعمل على نعومة وشد البشرة. أرويكم إياه من جوا. حبيت في كل حاجة التغليف تبعهم مرة مشددين عليه، برغم اني في شامة ريحة في حاجة انسكبت داخل الكرتونة. اوكي، اويلي سويت. اوكي، ما له ريحة. اوكي، هذا هو من داخل بشكله. راح اجربه، لو عجبني راح اعمل لكم عليه ريفيو. اوكي، هذا ايش؟ الله، مقشر. انا اخذت من هذا اثنين، واحد ماسك والثاني مقشر. اشوف هذا سكراب وهذا الماسك. طبعا اخذتهم من نفس المنتج. هذا الصراحه ما شفت عليه، كمان ما شفت عليه ولا ريفيو، ولكن احد شو اسمه، رحت مره لصالون فقالوا لي علشان بشرتك تكون كذا نقيه وحلوه وكمان خاليه من العيوب وخاليه من اي شو اسمه، اي حبوب وكذا، فاستخدمي السكراب تبعهم، جدا حلو، اللي هو المقشر تبعهم، تبع هذه الشركه اللي هي كوين هيلين، كثير حلو. فأنا شفت بالمرة أو اثنين، أو هذا كمان هذا بالنعناع، وإيه بالنعناع بس، هو هذا كمان ماسك، فقلت شفت هذا قدامي وشفت هذا قدامي، قلت أهو أخذ الماسك مع المقشر، ولكن هما دائما بينصحوا بالمقشر، فأنا أخذت الماسك والمقشر، راح أشوفه إذا هو حلو ولا لا.
برغم ان انا ما عندي حبوب الحمد لله ما شاء الله. اوكي انا جبت هذا. ليش التغليف كذا؟ يا ساتر. اوكي هذا هذا زيت اللوز الحلو، غني عن التعريف ومعروف انه مفيد للبشرة، واخذته منه لانه هنا دورت عليه منه وما لقيت احد، يعني خاصة هذه الشركة حلوة كثير في الزيوت، فدورت عليه ما لقيته، فلما لقيته على الموقع اخذته، وكان كمان سعره حلو مش غالي كثير. اوكي ايش كمان؟ هذه صابونية النيل المغربية، هذه سمعت عليها في ريفيوهات وكمان اعتمدت على البنات اللي بيعملوا تعليقات تحت المنتج، فالكل مدحها وقال كثير حلوة، فعلشان كذا أنا أخذتها، إن شاء الله تكون حلوة على قد المدح تبع البنات. وكمان هذه صابونية ثانية واللي هي صابونية الخلطة، الخلطة الصابونية السحرية، غنية بالزيوت والطبيعية وتناسب جميع أنواع البشرة، يفضل استخدام الليفة المغربية أو ليفة القطن. هذه كمان نفس مفعول هذيك، ولكن هذه قالوا كمان عليها أنها حلوة وتعمل مفعول حلو. الآن قالوا أنه في هذه مشكلة، هذه أنها بتزرق بالجسم، تخلي لونها أزرق، فعادي يعني مرة استخدم هذه، خليها مرتين في الأسبوع، لا مرة في الأسبوع يكفيها، واستخدم هذه يوميا أو كم مرة على حسب، يعني إنه أوزع وقتي بين هذه وهذه، بس أول حاجة أفكر إنه أستخدم هذيك لحالها علشان أشوف نتيجتها، وأستخدم هذه كمان لحالها علشان أشوف نتيجتها، وكلهم في النهاية صابون يعني راح يأدوا نفس الغرض بس بطرة. أوكي وهذا زيت الأرغان، هذا الزيت نعم بيقولوا عليه سحر، فمفيد كثير للشعر للبشرة. انسكب مزيت انسكب، بيقولوا على انه مفيد للبشرة وللشعر، يعني شيء من الاخر خيال. هذا الله، هذا سيروم فيتامين سي، احنا والفتح. اوكي هذا هو، هذا اخذت السيروم، قال انه يعطي للبشرة، ينقي البشرة ويعطيها اشراقة حلوة، معروف يعني شيء معروف طبيعي معروف عن السيروم بالفيتامين سي. احبه. اوكي نجي لهذا. اوكي هذا من لوريال باريس اللي هو شو اسمه ماسك بالطين، ماسك الطين هذا على اساس، على فكره ما كنت انا سوري مش ماسك الطين، ماسك الفحم تقريبا. بصراحه انا اصلا هذه الطلبيه كلها اخذتها من شهر، يعني يمكن تقريبا شهرين الى 3 شهور طلبتها ولسه ما وصلتنيش الى الان. هذا كنت انا في الاساس ما راح اطلب هذا الماسك، كنت في الاساس طالبة الماسك اللي هو الماسك المغناطيسي، الماسك الاسود اللي بالفحم، الماسك ماسك الفحم المغناطيسي، فللاسف انه كان مش موجود، فعلشان كذا طلبت هذا بدل هذاك. فا اوكي خلينا نشوف كمان، هذا عليه مديح كثير قالوا عليه حلو، قالوا حلو للبشرة جدا جدا جدا. فشوفوا من جوا كيف هذا شكله من برا، معطين النقي، بيصفي البشرة من الشوائب، بيعطيها بيعطيها. حبيت العلبة كيوتة، تفتحها الله، شوفوا من جوا كيف، اهو هذا هو الماسك، ما ادري اذا يبان ولا لا بس اوكي. هذا معروف كولاجين تبع البشرة، كريم مرة حلو، ما في داعي افتحه لانه معروف. هاي مشكلة ايش مرة، هذا
سانت إيفز معروف، اللي هو هذا بيعيد الكولاجين للبشرة، بيعطي البشرة حيوية وبينقيها وكمان بيفتحها وبيطريها، وكمان بيمدها، قلت لكم صح انه بيمدها بمادة الكولاجين او بيزيد يحفز الكولاجين في البشرة. ريحته حلوة ما بها شي، يعني ريحة كريم، ما بقول لكم واو الريحة بس انه مشي حالك، حلوة حلوة يعني مش سيئة. لا صابون الحماد، ايش اسمه، صابون الحمام المغربي البلدي. طبعا انا معايا واحد ثاني غيره، ولكن اللي معايا طلع انه مو اصلي، فرحت دورت في الموقع، قلبت الموقع على بال ما لقيت الاصلي، وهذا الاصلي طبعا قيمته في الموقع، طبعا انا كان هذيك الفتره كان في تخفيضات عليه، فقيمته في الموقع تساوي نص قيمته الاصلي في السوق عندنا هنا، فاخذته. وشوفوا كيف شكله، فعلا يبان اصلي على فكره، حتى العلبه اللي معايا مختلفه تماما عن اللي معاه برغم انها نفس الشركه. فهذا هو الصابون المغربي البلدي الاصلي، طبعا الكل عارف كيف شكله من داخل، ما في داعي افتحه وتعب نفسي، شايفيني كيف احوس بالتفتيح. طبعا هذا الليفه المغربيه، بس اشوف خشونتها، دائما اخذها من انواع ثانيه، بس هذه المره الليفه لا والله جافة حلوة مرة حلوة. شوفوا شكلها بعدين. وهذا كمان اللي استكب، عرفته اللي استكب هو الشامبو، هذا فيتامين اي غني عن التعريف، طبعا فيتامين اي هذا النوع يستخدم بس للبشرة، من يعني يستخدم للشعر كمان وللبشرة، بس مو في كل مكان نستخدم هذا النوع، هذا النوع خاص بالأماكن اللي هي ما بتتضرر، مش حساسة كثير. أنا هذا ما بستخدمه على وجهي، هذا بس يستخدم للبشرة. أول مرة على فكرة أشتري هذه العلبة، دائما بشتري الكبسولات عشان أحافظ على أمان البشرة أكثر، لأنه قوته أقل من هذا، الآن هذا قوته 70,000 بس هذاك قوته تجي 400، دائما اختلص أنا أبو 400 كذا، فهذاك أفضل من هذا، هذا بس للجسم للإيدين، يعني للاستخدامات الأماكن اللي تستحمل أي حاجة كذا قوية عليها، وهذا قطرات منه تكفي. ايش كمان باقي؟ نجي لطلب امازون. طبعا من امازون طلبت الكونديشنر، هذا هو، يا الله شوفوا استكاب، شوفوا كيف صار نصه زعلانة عليه. المهم هذا الشامبو من هاسك، طبعا قالوا عليه انه هو خرافي، طبعا هذا الماء، هذا الهاسك فيه مادة الكرياتين ومادة البروتين والكرياتين، هذا غني فيهم، فانا اخذت المجموعة تبعه، اخذت هذا الشامبو من هاسك، وكمان اخذت الكونديشنر اللي هو البلسم من هاسك. العرب ما حد ولا قناة عربية مدحت في هذه المنتجات، ولكن اغلب القنوات اللي بتمدح في شو اسمه في هاسك هم الأجانب، فأنا صراحة أخذت على مدح الأجانب عليه إنه كثير حلو، وكمان شفت فيديو في التيك توك كان بيتكلم عن هذا، وقال إنه هذا بديل الكرياتين والبروتين، فيعني قال ما حد بيتكلم ولا حد بيقول على السر إنه هذا أفضل بكثير من إنك تروح تسوي شو اسمه كرياتين وبروتين، لأنه هذا في شو اسمه هذا الشامبو بخلاصة الكرياتين والبروتين. على فكرة شميت ريحته أصلا، في ريحته مرة تخرفن، ريحته جنان جنان، لأنه ريحة، لأنه هو طاح واستكب في الكرتونة، فريحة الكرتونة كلها منه طغت على ريحة الصوابين، تخيلوا كيف هذا نفس ريحته. لا ريحة الكونديشنر أحلى. وهذا الزيت، هذا قالوا الزيت حلو، بعد ما نستخدم هذاك نستخدم هذا الزيت، أنا أخذته من زايد، وما حد تكلم عنه إنه نسوي هذا، ولكن لما قريت في الموقع فطرحوا هذه، كنت حابة أخذ المجموعة بس ما لقيتها، كانت مكملة في الموقع وكذا، فأخذت هذا بس اللي لقيته أخذته. أوكي الله عليك يا أنا، طلعت في زيت الحاجة، ما يبان على فكرة انه زيت، كيف تشوف؟
يبان سيروم. فرح اوكي هذا على فكرة ما يبان زيت، يبان سيروم، كأنه سيروم. تعرفوا السيروم تبع السشوار نفسه يبان كأنه سيروم مو زيت. المهم والله ما توقعت انه العلبة تكون صغيرة بهذا الحجم. اوكي هي صغيرة بس مش صغيرة بهذا الشكل. وكمان الشامبو افتكرته انه اكبر، كان شكله كبير باين في الصور والعرض تبع الموقع. بس والله ما في باقي حاجة، هنزل هذا، ما باقي حاجة غير هذا وبس خلاص. وهذا كان الفيديو، هذه كانت مشترياتي من موقع نون وامازون. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، وانا اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.